قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح برنامج الجي ان اس 3. النهاردة إن شاء الله معنا حلقة الـ Enhanced Interior Gateway Routing Protocol أو الـ EIGRP. الـ EIGRP يا جماعة هو Distance Vector Routing Protocol Classless Routing Protocol. بيعتمد في الأبديتس بتاعته على المالتيكاست، مش بيبعت كل الأبديتس بتاعته كبرودكاست اللي تنفعه واللي ما تنفعهوش بيستلمها برضو، لا هو مالتيكاست، وبالتالي عند بيوفر عندنا في الباندويتس كتير قوي. تمام. ومن مميزات الـ EIGRP برضو اللي هو Fast Convergence Routing Protocol. نبدأ إن شاء الله في التطبيق على طول، لأن في نقط أعتقد هتبقى أوضح إن شاء الله في العملي بدل ما ناخدها نظري كده في الأول. طبعا عندنا التوبولوجي بتاعنا، عندنا في أكتر من سبنت، وعندنا في أكتر من سبنت ماسك، وبالتالي الـ VLSM واضح عندنا في الشبكة، عندنا 3 راوترات و ISP. طيب لو رحنا لـ R1 وقلنا له conf t وقلنا له راوتر EIGRP ومسافة علامة استفهام، هنلاقي عندنا من 1 ل 65535. ايه ده؟ اللي هو الاوتونومس سيستم نمبر. الاوتونومس سيستم نمبر ده يا جماعه بيستخدم اساسا ما بين الاي اس بي او الانترنت سيرفيس بروفايدرز على مستوى العالم كرقم محدد او رقم يونيك لكل اي اس بي، ولكن هنا في الاي اي ار بي احنا بنستخدم الاسم بس، بنستخدم اسم الاوتونومس نمبر، ولكن هو في الحقيقه مش اوتونومس سيستم نمبر، ولكن هو البروسيس اي دي. يعني كل بروسيس بيعملها الاي اي جي ار بي بنديها رقم معين. الكلام ده معناه ايه؟ معناها مثلا ان انا ممكن اخلي ار 1 وار 3 في بروسيس معينه، تمام، يعني مثلا اخليهم في اي اي جي ار بي 10، تمام، واخلي ار 2 والاي اس بي في اي اي جي ار بي 11 مثلا، تمام. ليه كده؟ ده بيديني كنترول اكتر على الشبكه عندي، بيديني كنترول اكتر زي الـ OSPF، هنشوفه ان شاء الله في اللاب الجاي بامر الله. لما احنا بنقسم الراوترز ل areas بيديك كنترول اكتر على الشبكه طبعا في البرودكاست وحاجات كده، حاجات تانية طبعا. فدي فكره الاوتونوما سيستم نمبر، احنا بنستخدم الاسم فقط اوتونوما سيستم نمبر، ولكن هو في الحقيقه هو بروسيس اي دي. تمام. طيب هنا عندنا من 1 ل 65535 اللي هي 2 اس 16، تمام. فلو قلنا له مثلا هنخلي الراوترات كلها بتاعتنا في انستنس او بروسيس رقم مثلا 10 ونقول له انتر. دلوقتي احنا دخلنا في الراوتر كونفيجريشن مود، تمام. بعد كده بقى يا جماعه بنبدا نعلن عن الشبكات اللي يعرفها كل راوتر. طيب هنا عندنا ار 1 يعرف كام شبكه؟ يعرف شبكه 172.16.1، ويعرف شبكه 172.16.3، ويعرف شبكه 16.3.0 طبعا عشان دي سلاش 30، ويعرف الشبكه 192.168.10.4، تمام. طيب احنا عندنا هنا ثلاث اختيارات، عندنا ثلاث اختيارات. احنا ممكن نقول له اعلن مثلا عن الشبكه 172.16.1، وهو هيعلن بطبيعته عن كل الشبكات الموجوده في الميجور نتورك اللي هي 172.16.
حيالا عن الميجور كله، يعني هديله اريا عن الشبكه 172 16 0 0 وهو عيالا بقى عن 16 1 وعيالا عن 16 3 0. تمام. امر تاني طبعا الامر ده لو احنا عندنا الراوتر بـ بـ في كل الشبكات اللي عليه من ميجور من ميجور اي بي او من ميجور نتورك زي 172 16 كده، هيعلن عن كل الشبكات الموجوده عنده في الدومين بتاع الاي اي جي ار بي. ولكن لو انا عندي مثلا زي المثال بتاعنا هنا، عندي اكتر من شبكه، عندي 192 وعندي 172، تمام، فانا ممكن اديله ان هو يعلن عن شبكه شبكه، يعلن عن شبكه شبكه. تمام، نشوف احسن. طيب احنا قلنا الامر اللي في الاول ده لو احنا عايزين نعلن عن جميع الشبكات لو كلها في ميجور نتورك واحده. تمام، انا هنا ممكن اقول له اعلن عن النتورك اللي هي 172 16 16 كام 16 1 0. تمام، 16 1 0. بعد كده اديله ال السبنت ماسك او اديله الوايلد كارد ماسك. طبعا الوايلد كارد ماسك معروف من الاكسس ليستس الناس اللي ذاكرتها، وال السبنت ماسك طبعا معروف. تمام، ولكن مش كل الاي او اس اللي بتسمح لك ان انت تحط السبنت ماسك، في اي او اس ما بيسمحلكش ان انت تحط السبنت ماسك في الاي جي ار بي. تمام، ولكن المتعارف عليه ان كل الاي او اس هتسمح لك ان شاء الله ان انت تحط الوايلد كارد ماسك. تمام، طيب تسهيلا للامر احنا ان شاء الله هنحط الايه السبنت ماسك بتاعنا، نقول له 255 255 255 0. تمام، قبل الامر الحمد لله، يعني الاي او اس ده بيسمح ان انت تحط له السبنت ماسك، واقول له اعلن عن الشبكه الثانيه اللي انت تعرفها اللي هي كام، اللي هي كانت نتورك 16 3 0 سلاش 30. واحد سبعة اتنين ستاشر تلاتة صفر 255 255 255 255. تمام، واقول له اعلن عن الشبكة التانية اللي انت تعرفها برضو اللي هي 192 168 10 4 سلاش 30 10 4 55 255 255 255 ونقول له انتر. تمام، طيب كده يعتبر الحاجه الرئيسيه اللي عندنا في الاي جي ار بي او في اللاب بتاع الاي جي ار بي خلصت، اللي احنا بنعلن عن الشبكات، ولكن في كونفيجريشنز تانية ان شاء الله هنشوفها معانا واحنا ماشيين بامر الله. طيب لو نروح على ار 2، ار 2 يعرف شبكه كام؟ يعرف شبكه 16 3 وشبكه 10 1 1 0، ويعرف شبكه 192 168 10 8 والشبكه دي. تمام، طيب واحنا مثلا صغرنا دي كده وقلنا له على ار 2 وقلنا له كونفتي كونفتي، وقلنا له راوتر اي اي جي ار بي 10. ولحظه يا جماعه ان الاوتونوموس سيستم نمبر لازم يكون واحد على الراوترات كلها عشان كلها تشتغل في دومين اي اي جي ار بي واحد، لو انت حطيت رقم مختلف الاثنين مش هيشوفوا بعض. تمام، طيب نقول له اعلن عن نتورك اللي انت تعرفها اللي هي 172 16 3 0 255 255 255 252، ونقول له انتر، ونقول له اعلن عن الشبكة 192 168 10 8 255 255 255 252، ونقول له انتر. في رقم حرف خطأ، نقول له انتر. لو احنا ملاحظين يا جماعة ان بدأ يتعرف على نيبر جديد اللي هو 16 3 1 اللي هو كان ار 1.
تمام. وطبعا الديفيوزنج ابديت الجوريثم دي هنشوفها ان شاء الله واحنا ماشيين. تمام. طيب ونقول له بعد كده اعلن عن النتورك اللي انت تعرفها اللي هي 10.1.1.0.255.255.255.255. انتر. نقول له اعلن عن الشبكة التانية اللي هي كانت الفاست اللي هي 16.2/24.172.16.2.0.255.255.255. انتر. تمام. طيب نقول له اند ونروح على R3. نقول له enable. نقول له conf t ونقول له router EIDRB 10. نقول له اعلن عن الشبكات اللي انت تعرفها اللي هي 192.168.10.4.255.255.255. في رقم كتب خطأ. قول له انتر. قول له اعلن عن الشبكة التانية اللي انت تعرفها اللي هي 192.168.10.8.255.255. تمام. ونقول له اعلن عن النتورك برضو اللي هي 192.168.10.255.255.0. تمام. طيب كده يبقى احنا الحمد لله خلصنا ايه ال ان احنا نعمل بيزك كونفيجريشن للاي جي ار بي وان احنا نعرفه الشبكات اللي يعرفها اللي هي موجوده عنده اللي هو هيعلن عنها ان شاء الله. طبعا لو احنا ملاحظين هنا ان الدول ديفيوزنج ابديت الجوريثم طبعا عمال يتعرف على نيبرز جداد. تمام. وعمال يضيف نيو ادجنسز. تمام. لو رحنا بقى على R1 وقلنا له end. تمام. قلنا له show IP EIGRB topology. تمام. هنلاقي هنا بقى يا جماعه ان ده التوبولوجي او التوبولوجي تيبل بتاع الاي جي ار بي. تمام. هنا اي بي اي جي ار بي اي اي جي ار بي توبولوجي الاوتونوموس نمبر رقم 10. تمام. ده طبعا الاي دي بتاعه. تمام. باسيف او البي هنا هنا طبعا الديكشنري باسيف معناها ايه؟ معناها ان ديفيوزنج ابديت الجوريثم في حاله ستيبل. في حاله ستيبل يعني ايه حاله ستيبل؟ يعني هو عرف الشبكه دي بيطرح لها منين. تمام. وبالتالي حطها عنده في التوبولوجي تيبل وهو دلوقتي في حاله ستيبل يعني ما بيبحث عن طرق جديده يروح للشبكه دي. هو عنده طريق معين وبالتالي خده عشان يروح للشبكه دي وحط عنده في التيبل وبالتالي هو في الحاله الباسيف يعني ما بيعملش حاجه دلوقتي ما بيدورش على شبكه جديده. امتى يبقى البي دي تتحول لايه او اكتف؟ تتحول لاكتف لما مثلا الشبكه تقع والديفيوزنج ابديت الجوريثم اللي هو الدول مش عارف سكه تانية للشبكه دي او عنده سكه تانية ولكنها ما حققتش الفيزابيلتي كونديشن وبالتالي هو بيبحث عن شبكه جديده او راوت جديد يوديه للشبكه دي. تمام. طبعا هو هنا البي معناها اللي هو باسيف يعني ستيبل. شبكة 10.0.0.0/8. تمام. ليها one successor. تمام. يعني ايه one successor؟ السكسسور اللي هو الراوت اللي بيوديه على الشبكة دي
الراوت اللي بيوديه على الشبكه دي اسمه سكسسور. تمام، لو انا عندي كان عندي طريق تاني باك اب لنفس الشبكه، كان هلاقي مثلا هنا ايه عندي الفيزيبل سكسسور موجود في التوبولوجي تيبل. تمام، الفيزيبل سكسسور اللي هو ايه الباك اب راوت بتاع التيبل ده. تمام، طبعا هو هنا عمل اوتو سامري، هو هنا عمل اوتو سامري وحط لها سلاش 8. تمام، وده طبعا هنشوف دلوقتي ان شاء الله ازاي نتغلب على حكايه الايه الاوتو سامري اللي احنا حطينا لها قاعده عريضه في اللاب اللي فات، ان الاوتو سامري هو عدوك اللدود من الريب لحد الاو اس بي اف. تمام، طيب هنا عندنا ان هو عايز يروح لشبكه 10.0.0.0. تمام، سلاش 8 هيروح لها عن طريق 172.16.3.2. تمام، طبعا 3.2 اللي هي ار 2 3.2. تمام، نكمل. ف بيعرف يروح لها عن طريق 3.2. هنا بقى الرقم الاولاني ده معناه الفيزيبل ديستنس. الاي اي جي ار بقى اي اي جي ار بقى يا جماعه بيعتمد في المتريك بتاعه على كومبوننت من خمس اشياء، واقعيا بيستخدم اتنين والتلاته الباقيين ما بيستخدمهمش. ايه هما؟ تقدر تجمعهم في كلمه بدر لم. بدر لم، طبعا جزا الله باشمهندس مروان طبعا اللي عرفني المعلومه دي، ربنا يجزيه الف خير. طبعا بدر لم بي يعني باندويث، دي الديلي، ار الريلايبيلتي، ال اللي هي اللود، ام اللي هي الماكسيمم ترانسفير يونت. واقعيا الاي اي جي ار بي ما بيستخدمش غير الباندويث والديلي. تمام، طبعا الكلام ده بيبقى ليه معادله لذيذه جدا في الاي اي جي ار بي والكي فاليوز والكلام ده كله. طبعا الناس اللي بتذاكر من الكتاب طبعا هتلاقيها ان شاء الله، طبعا عشان ده هنا مش المجال ان احنا نكتب المعادلات دي ونحلها ازاي، ولكنها هي معادله لذيذه جدا ان شاء الله. تمام، فال القيمه دي بتعتمد على الباند ويدث والديلي. تمام، فدي الفيزيبل ديستنس. الفيزيبل ديستنس يعني ايه؟ يعني ار واحد يقدر يروح للشبكه دي. تمام، بالقيمه اللي احنا شفناها دي. طيب القيمه دي معناها ايه؟ معناها المترك من المترك ده زائد المترك ده، المترك ده زائد المترك ده. تمام، طيب يبقى الفيزيبل ديستنس هي مجموع المترك ده زائد المترك ده عشان يوصل للشبكه دي. تمام، طيب مين اللي قال له على السكه دي؟ اللي قال له عليها اللي هو ار 2. تمام، فار 2 لما جاي يقول له على السكه دي قال له انا اعرف اروحها بالقيمه دي، قال له انا اعرف اروحها بالقيمه دي. تمام، خلي بالكم يا جماعه عشان هي القيمه مختلفه، القيمه مختلفه هنا 268 وهي 216، عشان واحد لو بص عليها كده ممكن يفتكر اللي هم ايه شبه بعض. ف ار 2 قال له انا اعرف اروح لشبكه 10 بالقيمه دي. تمام، وار 1 بيعرف يروح لار 2 بقيمه معينه، فضاف القيمه المعينه دي على القيمه دي طلع له الفيزيبل ديستنس، ودي يا جماعه اللي احنا بنسميها الار دي او الريبورتد ديستنس او الادفيرتايزد ديستنس. تمام، ده طبعا النيكست الاكزيت انترفيس بتاعه، لان احنا عارفين ان اي اي جي ار بي هو ديستنس فيكتور بروتوكول. تمام، طيب ده برضو نفس الكلام، ولكن هنا عندنا النل. النل او البيت باكيت زي ما بيسموه، او زي ما انا بحب اسميه الثقوب السوداء. الثقوب السوداء في الراوتنج، عارفين يا جماعه الثقوب السوداء اللي في الفضاء بيبقى عبارة عن فتحات ضخمة كده، ولكن بتفضل ماشية في الفضاء بتلم اللي تقابله في سكتها، أي حاجة بتنجذب ليها وبتخش فيها طبعا إلى المجهول. طبعا دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها في سورة التكوير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فسبحان الله، ده من الإعجاز العلمي في القرآن، يعني الجوار تجري في الفضاء، الكنس يعني تكنس الفضاء، سبحان الله. تمام، فزي ما احنا زي ما بحب اسميها اللي هي الثقوب السوداء او النال زيرو. النال زيرو عندنا هنا بيتحط اوتوماتيك في الاي اي جي ار بي لما يكون عندنا شرطين. الشرط الاول
لو ال EIGRP عرف نيبر معين عن طريق ال EIGRP، لو الراوتر عرف نيبر معين عن طريق بروتوكول ال EIGRP زائد ان في الاوتو سامري اللي هو باي ديفولت اون، الاوتو سامري باي ديفولت اون، فبالتالي تحقق الشرطين دول اللي هو الاوتو سامري وان عرف نيبر عن طريق ال EIGRP، فبالتالي بيعمل ال الانترفيس ده اللي هو النال زيرو. طبعا يا جماعة النال زيرو ده بيسبب لنا مشكلة. ايه المشكلة اللي بيسببها؟ في لما الراوتر بيجي يعمل سيرشنج او بيجي يدور على راوت معين عشان يبعت منه باكت، تمام؟ طبعا العملية دي بيبقى ليها خطوات معينة، تمام؟ اللي هو في الاول بيدور في الليفل 1 وبعد كده بينزل على البيرنت وبعد كده بينزل على التشيلد، تمام؟ طبعا الكلام ده ان شاء الله هيبقى في مقاله هتنزل قريب ان شاء الله في مجله الشبكات ان شاء الله، او هينزل كمان ان شاء الله على البلوجيه، فيا ريت تبقوا تبصوا عليه كده ان شاء الله، هتلاقوه موضوع مفيد جدا ان شاء الله، تمام؟ فلما يجي الراوتر بيدور في الراوتس الموجود عنده في الداتا بيز او الراوتنج تيبل بتاعه، تمام، بيبص في الاول في الليفل 1 وبعد كده بينزل يبص على الليفل 2، على الليفل 2 اللي هو ايه الشيلد. فالنال بيتحط في الشيلد، يعني مثلا لو احنا جينا هنا قلنا له شو اي بي ان بي، هنلاقي لا هو شو اي بي روت، شو اي بي روت، اسف، تمام، شو اي بي راوت، هنلاقي يا جماعه ان هنا النال زيرو محطوط كشيلد لان 192 ده البيرنت، تمام؟ فالنال زيرو محطوط هنا كشيلد، فلما يجي الراوتر يدور هيروح على النال، وطالما لقى النال يا جماعه هيبعت منه الباكيتس، مش هيرجع يدور تاني في الراوتس الموجوده عنده اللي هي الليس ماتش والديفولت. يعني النال زيرو هيمنع الراوتر اللي هو يستخدم الليس ماتش، ويمنعه كمان اللي هو يستخدم الديفولت راوت. يعني لو انت عندك ديفولت راوت الباكت ممكن تقع وما توصلهوش وما تخرجش منه، ليه؟ لان النال زيرو موجود، فالنال زيرو هيبقى ايه ماتش اني باكت، ماتش لاي حاجه، تمام، ماتش لاي حاجه، فبالتالي الراوت الديفولت ممكن طبعا مش هيستخدم، وبالتالي ممكن ايه يوقع لنا الشبكة، تمام؟ ياريت بس ان شاء الله انتوا تقروا المقال ده ان شاء الله، هو يعني مقال مش كبير، صغير جدا ان شاء الله، ولكن ايه يعني ملخص موضوع الليفل 1 والليفل 2 بطريقة مبسطة ان شاء الله، تمام؟ طيب لو نرجع بقى نبص على التوبولوجي بتاعنا، طبعا عرف السكة دي فيا كونكتد، على عرف عن طريق 1 3، تمام، فيا كونكتد عشان هو دايركتلي كونكتد اللي هو كانت 10 4 10 4، طبعا عارفها عشان كونكتد فيا كونكتد، تمام. طيب ف حاجة تانية، طبعا عرف السكة بتاعت 16 2 عن طريق 16 3، ودي طبعا ال visible distance ودي ال reported distance او ال advertised distance، تمام. طيب لو رحنا على R2 وقلنا له show IP EIGRP topology، تمام، هنلاقي برضو ان النال موجود ودي الراوتس اللي عرفها. في برضو جماعة كمان ملاحظة، ان هنا عندنا في الديكشنري ده في انواع الباكتس اللي بيبعتها الـ EIGRP. الـ EIGRP بيبعت ابديت باكيت، بيبعت ابديت باللي حصل عنده، والابديت بتاع الـ EIGRP مش بيبعت الراوتنج تيبل بتاعه كله، لا، تمام، والـ EIGRP يا جماعه بيبعت الابديت بتاعته كمالتي كاست، وبيبعتها على 224.0.0.9، تمام، بيبعت الابديت بتاعته على المالتي كاست ده، طبعا الرقم الهكساديسمال او اللي هو بتاع اللير 2 اللي هو الماك ادرس طبعا مش مهم، او لو حبيتوا تشوفوه اللي هو 01-00-5E-00-00-00-A، تمام،
ولكن الاهم عندنا اللي هو بيبعت الابديتس بتاعته على مالتي كاست على 224.0.0.9 تمام. والابديت بتاعته عباره عن باوندد ابديت، يعني ايه؟ يعني ما بيبعتش الراوتنج تيبل بتاعه كله، لا بيبعت الابديتس بتاعته للراوت كمالتي كاست وللراوترز اللي هي محتاجاها واللي هي هتتاثر بالابديت ده فعلا. تمام. كيو كويري لو هو بيبعت كويري بيقول للراوتر اللي قدام منه ابعت لي الابديتس بتاعتك تمام، او بيبحث عن شبكه او سكه لشبكه معينه وقعت مثلا. ار اللي هي الريبلاي بيرد عليه تمام. طبعا كان في الهلو باكيت، الهلو باكيت اللي هو بيفورم بيها او بيكون بيها النيبرز بتوعه، بيتعرف على النيبرز بتوعه بيها، وطبعا بيبعتها كل 5 ثواني. هنشوفها دلوقتي ان شاء الله تمام. ولكن ايه نكمل، لو رحنا ار واحد مثلا قلنا له شو اي بي اي اي جي ار بي نيبرز تمام، هنلاقي ان ار واحد يعرف 192.168.10.6 اللي هو ار 3، و 3.2 اللي هو ار 2 طبعا بيعرفه عن طريق الانترفيس ده تمام. هنا بقى الهولد تايم. الهولد تايم يا جماعه اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو الوقت اللي بينتظره الراوتر قبل ما يعلن ان الشبكه اللي قدام منه او الراوتر اللي قدام منه وقع تمام، ان الراوتر اللي قدام منه وقع. الهولد تايم بتبقى عباره عن 3 اضعاف الهلو تايم. الهلو تايم في الشبكات العاديه اللي هي اكتر من تي 1 اللي هي اكتر من يعني اكتر من 1.5 ميجا 1.54 تمام، بتبقى عباره عن 5 ثواني. الهلو تايم بيبقى 5 ثواني، وبالتالي الهولد تايم بيبقى 3 اضعافه، يعني بيبقى 15 ثانيه. بيبقى الهولد تايم بتاعه كله 15 ثانيه زي ما احنا شايفين هنا طبعا تمام. ولكن في الشبكات اللي هي الام ام بي ام اي زي الفريم لاي والاكس 25 والاي تي ام تمام، بتبقى عباره عن كل 60 ثانيه. الهلو تايم بيبقى كل 60 ثانيه تمام، وبالتالي الهول تايم بيبقى كل 180 ثانيه تمام. فهنا احنا عندنا الهولد تايم. لو عملنا مثلا شو نيبرز تاني تمام، هنلاقي ان الهولد تايم هنا اتغير تمام، ان الهولد تايم هنا لسه له 10 ثواني وهنا لسه له 14 ثانيه. لو عملنا واحده كمان هنلاقي ان هنا 13 تمام وهنا 12 قلت يعني. فدي الهولد تايم. وهنا الاب تايم الكلام ده عرفته من قد ايه، عرفت النيورز ده من قد ايه، ولسه اعرفه لغايه دلوقتي يعني عارفه بقاله ربع ساعه بس تمام. هنا بقى الكيو. الكيو يعني لو في باكيتس مستنية تتبعت طبعا لازم يكون صفر تمام، لان لو مش صفر هيبقى بيقول لك ان في كونجيشن في الشبكة، والشبكة فيها مشكلة معينة تمام، ان فيها كونجيشن وهو طبعا في باكيتس عنده محطوطة في الكوم مش قادر يبعتها تمام. طيب ناخد امر تاني يا جماعة، وقلنا له كونف تي وقلنا له راوتر EIGRB EIGRB 10 تمام. عايزين بقى نوقف الاوتو سامري، لان احنا قلنا دلوقتي ان الاوتو سامري عمل لنا مشكله اللي هو بيحط النال انترفيس، بيحط النال انترفيس على طول، وطبعا ده بيسبب لنا مشكله ان ما بيخليهوش يستخدم لا الليس ماتش ولا بيخليه يستخدم الديفولت راوت تمام. فنقول له هنا نو اوتو سامري تمام، ونروح على ار 2 كونف تي نقول له راوتر اي اي جي ار بي 10 نقوده سمري، ونروح على ار 3
طبعا قال لي incomplete لان احنا محطيناش autonomous number، ونقول له no auto summary. تمام. طيب قلنا له هنا end، قلنا له show ip route. تمام. هنلاقي ان النال اتشالت، هنلاقي ان النال اتشالت وبدأ يبعت للشبكات اللي هي ايه directly connected بيه. تمام. وما بقاش يبعت الايه الاوتو سمري. تمام. طبعا في نقطة هنا يا جماعة، ان احنا اول ما بنوقف الاوتو سمري الدول بياخد كل الحاجات اللي عرفها عن طريق الاي جي ار بي، اي اي جي ار بي داون، بيعملها داون. تمام. وبيبني التيبل بتاعه من اول وجديد. تمام. يعني احنا شفنا هنا ايه، عرف نيو ادجيسنسي. لو قلنا له انتر وقلنا له شو تاني، هنلاقي ان هي بدأ يبني الراوتر التيبل بتاعه من جديد وبدأ يعرف الشبكات من جديد. تمام. هنا بقى لو رحنا على ار واحد مثلا، قلنا له شو اي بي راوت. تمام. طبعا النال مش موجود خلاص، و بدأ يعرف الشبكات بتاعته عن طريق الـ EIGRB. لو قلنا له مثلا هنا show IP EIGRB topology. تمام. هنلاحظ هنا بقى يا جماعة اللي هو بيقول لي أنا أقدر، خلينا مثلا هنا في الـ في الـ في الـ في النقطة دي بيقول لي أنا أقدر أروح إن شاء الله شبكة 10.8. تمام. ده ايه، ده ار واحد بيقول لي انا اعرف اروح شبكة 10.8. تمام. عن طريق 192.168.10.6 يقدر يروح عن طريق 10.6 اللي هي دايركتلي كونكتد بي. تمام. ولو الخط ده وقع، لو اللينكة دي وقعت، اقدر اروح ان شاء الله عن طريق 172.16.3.2، 172.16.3.2 عن طريق دي، يعني هيروح عن طريق 2. تمام. طيب هو هنا بقى يا جماعة لو احنا ملاحظين، اللي هو حطه في ال في الباك اب، ان الراوت التاني ده الباك اب. تمام. وهنلاحظ برضو ان المترك هنا بيختلف. تمام. هنلاحظ ان المترك اللي هنا بيختلف. تمام. يعني ايه بيختلف؟ يعني هنا بيقول لي كمان انا اقدر اروح عن طريق 3.2، واقدر اروحها بالفيزيبل ديستنس دي اللي هي الاف دي دي، وار 2 قال لي انا اعرف اروحها بال المتريك ده. خلي بالك يا جماعه، ركزوا في الرقم شويه عشان هو ايه، للوهله الاولى تحس ان هو متشابه خالص، لا اللي هو مختلف على فكره مش متشابه. تمام. ف ار 2 قال له انا اعرف اروح بالمتريك ده. تمام. وهو حط المتريك بتاعه لار 2 وخلاه الفيزيبل ديستنس دي، خلاها الفيزيبل ديستنس دي. تمام. تمام. طيب لو رحنا برضو على الراوتر ريب تاني، قلنا له كونف تي، قلنا له راوتر، انا اسف، راوتر اي اي جي ار بي، انا اسف، عشرة، نقول له باسف انترفيس فاست زيرو زيرو، ده ما تبعتش فيه ابديت لان ما فيش راوترات هناك. تمام. نقول له باسف انترفيس فاست زيرو زيرو. تمام. نقول له باسف اسف كونف تي راوتر اي اي جي ار بي 10، اقول له باسيف انترفيس اللي هو فاست 0 0. تمام. تمام. طبعا احنا كل ده بن ايه بنحاول ناخد اوامر جديده في الاي اي جي ار بي. تمام. قبل ما نبند كل ده ان شاء الله. تمام. لو قلنا له مثلا، حبينا بقى نشوف المترك اللي بيستخدمه كل راوتر، قلنا له اند، قلنا له شو انترفيس فاست
سيريال، آسف، سيريال مش فصل، سيريال واحد مثلا، عنده سيريال واحد واحد، سيريال واحد واحد، تمام. اب اب تمام. هنا بقى الايه ال ام تي يو اللي هي ماكسيمم ترانسفير يونت، طبعا بتبقى 1500 في الايثرنت. هنا الباند ويدث بتاعه ميجا ونص، طبعا الميجا ونص ده بيبقى الديفولت، الديفولت على كل الانترفيسز بيبقى ميجا ونص، تمام. طيب هنا بقى الديلي، الريلايبيليتي، التي اكس لود يعني الترانسفير لود، يعني الترانسفير من عنده اللي طالع من عنده، وهنا الريسيف لود يعني اللي جاي له، تمام. طيب اخر امر بقى ان شاء الله معانا هنا في اللعبه يا جماعه، طبعا كل ده الاي اس بي احنا سايبينه، تمام. طيب لو انا دلوقتي عايز اعرف ار 2 ار 1 وار 3 السكه للاي اس بي، تمام، او لو انا كان عندي مثلا ار 2 يعرف سكه ستاتيك لاكتر من حاجه مثلا، تمام، انا عايز اخليه يبعت الابديتس دي في الابديت بتاعت الاي اي جي ار بي زي ما احنا كنا عملنا قبل كده في الديفولت انفورميشن اوريجينيت في الريب. يا جماعه لو انتوا فاكرين المعلومه دي، خليناه يعمل ريديستريبيوشن للايه للستاتيك، تمام. طيب هنا هنروح على ادي ار واحد، تمام، او خلينا الاول في ار اتنين، ار اتنين عشان ايه نعرفه السكه الاول، نقول له اكزيت، نقول له اي بي راوت اي حاجه اطلع من سيريال 1 0 طبعا، والسيريال 1 0 اللي هو الاكزيت انترفيس طبعا بيبقى ليه ميزه عن النيكست هاب اللي هو ما بيعملش ايه لوك اب، ما بيعملش ريكيرسيف لوك اب، تمام، يبقى اسهل منه طبعا، تمام. طيب نروح بقى دلوقتي على ال اي اي جي ار بي، نقول له راوتر اي اي جي ار بي 10، نقول له ري ديستريبيوت ستاتيك، تمام تمام طيب قلنا له اند معلش، تمام، نقول له هنا مثلا شو على ار واحد، نقول شو اي بي راوت، تمام. هنا بقى يا جماعه دي نجمه اي اكس، تمام، دي معناها اللي هو عرف الطريق ده اللي هو الديفولت ده عرفه عن طريق الايه الريب، لان الريب بيشار اليه في الراوتنج تيبل بالدي. علامه النجمه طبعا معروف اللي هي ستاتيك او الديفولت، تمام، اللي هي الديفولت راوت، علامه النجمه معناها اللي ده الديفولت راوت، تمام، وان الديفولت دوت الديفولت راوت ده بيودي على اكسترنال، بيودي على حاجه بره الاي اي جي ار بي دومين بتاعنا، تمام، بيودي على حاجه بره الاي اي جي ار بي دومين بتاعنا اللي هو الاي اس بي، طبعا بره الاي اي جي ار بي دومين بتاعهم، تمام. طيب وهنا ده الراوت و170 الاي اي جي ار بي يا جماعه بيبقى ليه 3 ادمنستريتيف ديستنس، لو هو انترنال زي ما احنا شفنا مثلا هنا بيبقى 90، لو هو انترنال بيبقى 90، لو هو سمري بيبقى كام؟ بيبقى 5، لو هو اكسترنال بيبقى 170، تمام. لو رحنا برضو على ار 3 وقلنا له شو اي بي راوت، تمام، هنلاقي برضو ان هو عرف هنا الايه الديفولت، تمام. طيب اخر حاجه بقى ان شاء الله في اللاب بتاعنا اللي احنا هنحاول نبنج ان شاء الله، لو رحنا على ار واحد على هوست واحد، انا اسف، وقلنا له شو انا عايز مثلا ابنج من هوست واحد على اللي هو راوتر 6 اللي هو كان على ار 2 اللي هو 172 16 2 20، تمام، بنج الحمد لله، واحد بنج على 20. طبعا الباكتس اللي بتقع دي احنا قلنا قبل كده يا جماعه عشان ايه التصوير بيهنج الجهاز، طبعا بانامكس ناجت بياخد بروسيسنج عالي فبالتالي في باكتس بتقع، تمام. لو رحنا مثلا على ار 3 وقلنا له بينج على 172 16 1 10،
تمام بقى ناجح الحمد لله. طيب لو رحنا على هوست 7 وقلنا له بينج على 192.168.20، تمام هنا بيقول لي نوت ريتشبل. طيب احنا ايه الهوست الاي بي اللي احنا كتبناه؟ بنقول له بينج على 192.168.20. طيب طبعا يا جماعة متأسف خطأ مطبعي، ان فيرتشوال بي سي 7 ده احنا مش حاطين له اي اي بي خالص، فمعلش متأسف خطأ مطبعي، ولكنه خير ان شاء الله. لو رحنا على بي سي 6 وقلنا له بينج على 20، تمام بندج الحمد لله لعله خير ان شاء الله. طيب لو حاولنا دلوقتي مثلا نبنج على الاستاتيك اللي هو كان 10 واحد واحد 10 واحد واحد 2، نبنج عليه من بي سي 6، تمام طيب هو على فكرة ما بنكش، طبعا ما بنكش ليه؟ لان احنا يا جماعة ما حطيناش على الاي اس بي راوت للشبكات بتاعتنا، احنا نسينا نحط على الاي اس بي راوت للشبكات دي، تمام لان هو دلوقتي البي سي ده مثلا بيبنج عليه، فهو مش عارف هيرد عليه ازاي، مش عارف هيرد عليه ازاي، تمام. فالمفروض احنا نحط له سمري راوت للشبكات دي. فلو مثلا رحنا دلوقتي على الاي اس بي، ادي الاي اس بي، قلنا له كونف تي، قلنا له اي بي راوت، راوت لو انت عايز تروح 172.16.0.0 255.200.255.00، تمام اطلع من سيريال 01، سيريال 01، تمام. ونقول له برضو لو انت عايز تروح اي بي راوت 192.168.00 صفر صفر، صفر 255.255.00، اطلع برضو من سيريال 01، تمام. طيب لو احنا بقى دلوقتي ان شاء الله رحنا على بي سي 6 وقلنا له بينج برضو على ال بينج على اللي هو الاي اس بي، الحمد لله دلوقتي ايه قدر يرد عليه. فالمشكله بس ان احنا ما كناش معرفين اي اس بي ازاي يروح للشبكات دي كناش معرفين السكه بتاعتها، لكن الحمد لله خطا متدرج. لو حاولنا مثلا نروح على بي سي 2 وقلنا له بينج على 10.1.1.2، بنج الحمد لله، طبعا بنج بفضل الله عشان ال ار واحد اللي هو عليه بي سي 2 عنده الديفولت راوت اللي هو عارفه من ايه من اي اي جي ار بي اللي هو الديفولت راوت ده، تمام. احنا كده الحمد لله خلصنا الاي اي جي ار بي. اسال الله عز وجل ان ينفعكم بهذا العمل وان يجعله خالصا لجلال وجهه الكريم وان ينفع به المسلمين في كل مكان، ولا تنسوني ووالدي من صالح الدعاء والمسلمين اجمعين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى وعلى اله وصحبه واخوانه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.